قامت واخده قالت لي يا وحيد يا اسبغ لي شعري وصبغه شعرها اسود، قالت لي انا عاوز اعمله بلوند. قلت لها عملت تيست ومش نافع. قالت لي ازاي؟ انا متخانقه مع جوزي ومقطعه شرين ايدي دي، لو ما عملتليش لون شعر هقطع شرين التانيه. طبعا تيك توك قال لي بقى انت لفت قطع شرايين، قال لي بقى انت جاي بقى تدمر في التجاوب ولا جاي تخرب يا كان عم. في حكام بقى الاول وهي كانت بتضحك. ايوه كان اول بس مشهد كانت 200,000. طب لو حد قلدك مش هينجح ازاي؟ حاولوا والله، كل البلد دلوقتي شغاله بالكلام بالبق. حاولوا حاولوا بس ما عرفوش. يعني دلوقتي حتى بتوع الميك اب، حتى البنات، حتى الستات مسكوا الاف بتاعي وقاعدين يتكلموا، اقسم بالله بيعملوه بنفس الشكل. لكن فاهماني بس كوي. بس ممكن هما ممكن يبقى في مكان مختلف غير اللي انا فيه، عشان كده انا لا انا بتكلم عن راجل هير دريسر زيك، كوافير زيك، يجيب الزباين زيك كده وهو داخل يعمل معاها فيديوهات. اه مصريين ومش مصريين هتجربوا، ما قدرش يمشي على الريتم ده، لان الحاجات دي بتتحس، لان الكلام ما بيتقالش كده. مش حافظ الكلام، انا حاسس بيه. يعني لو بصيت لك كده هعرف عندك مشاكل ايه، اه هعرف ايه المشكله ازاي، هعرف ماديا انت الدنيا معاك ايه. هقدر اعرف، هقدر، بس مش هينفع اتكلم هنا، لان لو قلت لك انت هتصدمي. طب ماديا الدنيا معايا هتصدمي.